السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ أميرة، وضمن سلسلة الحلويات العيد وبالطلب ديالكم غريبة البهلة اللي ما كتخطاش الحلويات ديال الزمان رائعة. غادي نخدمها فقط غير بالعجانة، غادي نديروها إن شاء الله باللوز وبالزلجلان، كتجي مشققة كلها ما شاء الله، وحدة وحدة كتجي مشققة 100%، وكذلك كتجي مقرمشة وهشيشة ومرملة. تابعي معايا الفيديو لأنك غتشوفي جميع النصائح اللي غادي تلقايها باش تنجح معاك من اول مره. ولاول مره يزور قناه مطبخ أمينة ما يبقاش عينا بالضغط على الزر الاحمر صابون، تفعلوا التنبيهات باش توصلوا ديما الجديد، ومشوا على بركه الله المقادير وايضا طريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير كنحتاج 600 غرام ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات، كنحتاج 2 كؤوس بالقياس الأنبات ديال الزيت النباتي، ما يعادل 300 ميل، يعني كل كأس كيوزن 150 ميل. عندي هنايا كأس ونصف ديال السكر الثقيل أي السكر الكلاسي، السكر الناعم، لكن عندكم السكر الخشين كطحنوه باش يولي ناعم، ما يعادل 200 غرام ديال السكر الثقيل. كنحتاج كذلك الكاس ديال الزنجلان السمسم اللي يكون محمر ومنقي مزيان، غادي نهرمشو ان شاء الله، كنحتاج فيه 100 غرام. كنحتاج كذلك اللوز ايضا محمر، وان شاء الله غادي نهرمشو ونوريكم كيفاش غادي يولي 100 غرام بالقياس ديال الكاس العنبه. كنحتاج هنايا ديال الساشيه ديال السكر الفانيلا، كنحتاج 2 ساشيه ديال خميره الحلويات المجموع 16 غرام، كنحتاج ملعقه صغيره ديال القرفه كتعطينا واحد التنسيمه الغريبه ديال البهله. هادو هما المقادير كيف كتشوفوا. دابا غادي نمشي باش غادي نهرمش الزنجلان وكذلك اللوز، تابعوا معايا باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. اول حاجه غنجيب هاد الهاشواغ وغنوضع فيها الكاس ديال اللوز، ديما كنعبروا الكاس يكون اللوز قبل ما نهرمشو، نعبروا واحد الكاس ديال القياس العنبه صافي، وغادي نهرمشو ما طحنوش بزاف. غنوريكم كيفاش غادي يكون اللوز بحال هذا الشكل، كيبقى باين ومهرمش باش كيجي هذاك المذاق ديالو زوين. غنوضع كذلك الزنجلان ايضا غادي نهرمشو فقط، وضروري تكونوا غاسلينو ومحمرينو عاد طحنو. كيف كتشوفوا هادو هما النتيجه ديالهم. دابا غادي ناخذ واحد البول ديال العجانه، هي باش غادي نخدم ان شاء الله بالعجانه. الطريقه ديال العجانه كتساعدنا باش كندلكو اكثر من اليد. غادي نوضع هنايا اللوز وكذلك الزنجلان، غنوضع السكر الثقيل اي السكر الكلاسي كيف كتشوفوا، يعني غادي نخدم ان شاء الله بالحاجه بالحاجه. وغنوضع كذلك الفانيلا، غنوضع الملح، الملح ضروري في الحلويات البنات باش كيحسن لينا الذوق. وغنوضع هنا القرفه وغادي نخلطهم جيدا وغنوضعهم في العجانه. العجانه غادي ترملوا ليا مزيان وغتخلطوا مزيان اكثر من اليد، ولا كان عندكم الحكاكه ممكن تخدموا بالحكاكه، ولكن العجانه اللي كانت عندكم تكون افضل، تساعدنا بحال هكا في الحلويات كنخدموا بها. وغادي نضيف الكاس ديال الاول ديال الزيت، يعني نوضعوهم تدريجيا. من الاحسن اننا نخدموا بالعجانه بالحاجه بالحاجه، ما نخدموش كلش المكونات دفعه واحده في العجانه، من الاحسن بالحاجه بالحاجه باش تاخذ حقها في الدليك وتجيكم الغريبه هي هذه. وغنزيد كذلك الكاس الثاني ديال الزيت، كيف كتشوفوا درت الكاس الاول تا خليتها تحل، يعني تخلطها ليا جيدا، عاد وضعت الكاس الثاني. ودابا يا غادي نبدا باش غادي نوضع الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي 600 غرام ديال الدقيق، هي اكثر كتاخذ لينا من 600 غرام حتى 700 غرام، ولكن كيبقى على حسب الخليط، يعني غادي نوضع انا تدريجيا تنشوف شحال غادي تقد ليا. هي اغلب حاجه كتقدني فيها 600 غرام، ولكن انا غندير بشويه بشويه تنشوف، لان يعني الخليط كيكون تغيير النوع ديالو. وضعت دابايا الخمارات ديال الحلوى، يعني جوج 16 غرام، يعني كل صاشيه فيها 8 غرام ديال خميره الحلويات، وكنبقى نضيف وهي كتخلط لنا العجانه باش تجينا اسهل ونحضروا الحلوه ديالنا في اقل من نصف ساعه كتكون واجده، ماشي بحال ملي كنخدموها باليد، يعني الطريقه كتولي صعيبه وطويله. صافي كنبقى نزيد تدريجيا وتنشوف القوام ديال العجينه ديالي، خاصها تكون العجينه ديالنا مرخوفه بزاف وما تكونش يعني قاصعه، تكون رطبه شاده في راسها مزيان. دابا حنايا العجانه هي اللي غادي تدلكها لينا مزيان باش تخرج لينا البهله زوينه وتشقق معنا وتجي كما بغينا.
صافي كنبدا نزيد تدريجيا وانا كنخلط كيف كتشوفوا وكنوقفها وكنبدا نهبط كيف كتشوفوا. انا استعملت هذا الخلاط اللي كنخلطوا به بحال هكا الصابلين خلطوا به يعني بحال هكا الحلويات المرمله كنستعملوا بها هذا الخلاط اللي على شكل ورقه كيف كتشوفوا هو اللي باش كنخدم به. صافي غادي نزيد هنايا الدقيق ديالي كيف كتشوفوا غادي نكملوا كامل الدقيق يعني 600 غرام هي اللي غادي تكفيني في هاد الغريبه. كندلكوا الغريبه ديالنا مزيان حيت البهله كتبغي تدليك علاش خدمنا الاجانب باش كتسهل علينا اكثر. وغنوريكم كيفاش تعرفوها واش مدلوكه ولا ما مدلوكاش بالنسبه للمبتدئات. هانتو شفتوها كيفاش هي يا مدلوكه كتولي كتجمع في اليد يعني كتجمع فيكم هكذا كتعرفوها انها دلكات. وما ديروهاش خفيفه بزاف وما تقويوش الدقيق خاصها تكون متماسكه. هذا هو القوام ديال البهله ديالكم باش تنجح ليكم. صافي دابا مني كملتها غادي نمشي الفرن غادي نسخنه على درجه 200 غنشعل فقط الفرن من الفوق بالنسبه للفرن الايتيمات الكهربائي او اي فرن كهربائي. صافي كنشعلوها فقط غير من الفوق غادي نبدا نشكلهم على شكل كرات في الصينيه وضعت فيها الورق ديال الطبخ. ولما كانش عندكم الورق ديال الطهي ماشي مشكل راه هي يا ما كتلصق ما والو. صافي كنوضع الكرات بالنسبه للكرات البنات انا كديرهم على قياس 28 غرام هادشي اللي درت انايا تقريبا على حسب اليد ديالي ولكن هما 28 غرام يعني كل كره. هما اكثر في المناسبات الغريبه كيديروها يعني من 33 غرام حتى 35 الكرات وانتم كتبقى على حسب الحجم اللي بغيتو. المهم كديروا عينكم ميزانكم وكنبدا نشكلهم الكرات كنديها ونجيبها في اليد ديالي باش تجيني مقاده الكره ديالي ونحطها في الصفيحه ديال الفرن ونفرق ما بيناتها يعني ما بيناتها ما نديرش وحده حدا وحده وكنستمر حتى نشكل يعني اللاطه الاولى مي تكمل ليا غادي ندخلها الفرن ونشكل كذلك اللاطه الثانيه. وغنوريكم دابا الفرن كيف كتشوفوا نقصت درجه الحراره نقصتها بالنسبه للنار تبقى على الفوق. غادي نشعل الفرفاله كنستعملها بحال هكا في الغريبه ديال البهله باش توزع لي الحراره وتشقق ليا كامله. من بعد ما كتشقق لينا والنار على الفوق كنطفيو النار من الفوق ونديروها النار من التحت تطيب لينا من التحت. وبالنسبه للتحمر ديال الغريبه على حسب بغيتوا تحمروها اكثر ولا تخليوها اللون ديالها. المهم اهم حاجه انها تشقق. انا كيف كتشوفوا خاصني نبغي انها تحمر ليا وخرجت ليا تبارك الله ما نقولش لكم مشققه كامله ناجحه 100%. والطريقه اللي وريتها لكم بسيطه جدا ما كانش عندكم العجانه ديروا الحكاكه هي راه كتساعد باش كدلك لكم الغريبه ديالكم. وبالنسبه الكميه اللي خرجت ليا تبارك الله خرجت ليا 60 حبه ما شاء الله جاتني 60 حبه هي هذيك. مي تكونوا يلا خرجتوا الغريبه ديال البهله وهي ساخينه ما تحاولوش انك تحركوها من اللاطه لان كتكون هشيشه غادي تقطع ليكم. وما شاء الله راه كتجيب هشيشه ومشققه حبه حدا اختها ومقرمشه. نتمنى ان الوصفه اليوم تكون نالت على الاعجاب ديالكم. شجعونا ودعمونا باش نستمروا ودونا لايك باش ترفع الفيديو يشوفوا اكبر عدد من المشاهدين. بهكذا تكونوا ساعدتونا وشجعتونا باش نزيدوا ان شاء الله نوضعوا لكم وصفه اللي تكون احسن واحسن. وبسلام عليكم ولفيديو اخر ان شاء الله.